قابو خشيم من كل قوم مرعوبه والتواريخ شاهدت مناهجها جدد اهدان ولا يوم مشذوبه زلزل البد وفي الخمسين وارهاجها الساعة البنا الاشقر زان مشروبه والقريحه بيوت الشعر تنسجها كل بيت ثمرته عند مطلوبه فكرته لو عاصر طاعت مخارجها الشاعر الروسي ربع التلتفت صوبه ونوقه بالقصيد الذرب توجها حاسيا في مقام طير مسلوبه مضرب عياره يعطيك ناتجها الحمايا على الرجال محسوبه ينطح القوم لعلت ويفلجها يا ابو خشيم من كل قوم مرعوبه والتواريخ شاهدت مناهجها جدد اهدانا ولا يوم مشذوبه زلزل البد وفي الخمسين وارهاجها يا هلا الصفر نار العز مشبوبه ممنع السابق انف الماده يسرجها حولت من على ونجد مندوبه نخبه والجيوب البيضه تدرجها تدهم معفيا في نجد صامله ما هو يثلجها يا ابو خشيم من كل قوم مرعوبه والتواريخ شاهدت مناهجها جدد اهدانا ولا يوم مشذوبه زلزل البد وفي الخمسين وارهاجها يا فهد وقفتك ما هي بمغلوبه وانت نارك على جدك توهجها يا ابو خشيم من كل قوم مرعوبه والتواريخ شاهدت اسم غارب والحين تلعب جنوبه لا مشت كان الارض تقول تزعجها يا ابو خشيم من كل قوم مرعوبه والتواريخ شاهدت مناهجها جدد اهدانا ولا يوم مشذوبه زلزل البد وفي الخمسين وارهاجها كل صبر مع الخصام منكوبه بكره يجهز شبوكه محرجها من يقول لين يضيق بالثوبه يبطي جروح كبده ما يعالجها وقفة مطير دون الصهر مهيوبة دونها تكسب الحرج ومارجها ابننا من طمعها صبح ضحوبة كسبنا قبل البدون تنتجها يا ابو خشيم من كل قوم مرعوبة والتواريخ شاهدت مناهجها جدد اهدانا ولا يوم شعر تنسجها كل بيت ثمرته عند مطلوبه فكرته لو عاصر طاعت مخارجها الشاعر الروسي ربع التلتفت صوبه ونوقف بالقصيد الذرب توجها حاسيا في مقام طير مسلوبه مضرب عياره يعطيك ناتجها الحمايا على الرجال محسوبه ينطح القوم لعلت ويفلجها يا ابو خشيم.